كتجيك ساهله تحلها، ساهله هي تحل كامله، تحلها هكا باش تعطيني منظر صافي، كتعطي منظر جميل. كنهزها كنحطها فوق التفاح ديالي وكتعاود تحل، نعاود نحل، منظر جميل. هذا هو المنظر ديالها. هادي راه ملي كطيب راه كتجي يا سلام، هادي راه تبارك الله وليدات ولا ليكم ولا وحتى الا جاو الضياف ولا ضيافكم نقول لهم الضياف تاني. السلام عليكم، اليوم ان شاء الله جيناكم في واحد طخت ديال التفاح والزبيب. اللي كنحتاجو هي لاباط فيتي. لاباط فيتي كتبقى خصها تبقى ديما محطوطه في الثلاجه حتى نحتاجو ليها عاد نجبدوها. وي لاباط فيتي ها هي. انا هذا المرسو هذا فيه تقريبا واحد 400 غرام. كنحتاجو هاد المرسو، كنحتاجو واحد شويه ديال التفاح، واحد 4 تفاحات ما يقارب 300 غرام تفاح حتى 400. عندنا هنا واحد 150 غرام ديال لا كريم باتيسي تكون ديجا مصوبه بارده. غادي نحطو ليهم الرابط في صندوق الوصف. عندنا هنا واحد 50 غرام ديال الزبيب درتها في ما زهر تتمارينا فيه. هنا واحد شويه ديال السنيده غير عينك ميزانه تكون واحد 50 غرام 60 غرام ديال السنيده ولا جوج معلقات غير باش نطيبوا هذا التفاح. واحد المرصو خاويه واحد المرصو ديال الزبده، معلقه الزبده ومعلقه صغيره ديال القرفه، وهذا الدقيق هو باش غنسرحوا لاباط. دابا غادي نوجدوا التفاح ديالنا هو اللي غنطيبوه. لاباط ديالي غادي نردها للثلاجه، مازال ما غادي نخدم بها، غادي نطيب معكم التفاح باش حيت غادي يطيب ويبقى حتى يبرد عاد غادي نستعملوه على بركة الله. التفاح ديالنا هو نقيناه، غادي نخويه من الداخل ديالو. التفاح ديالنا غادي نقطعوه بحال هكا شرائح، يكونوا غلاظ ما يكونوش شقاط بزاف. نعاودو نضربو هكا من الوسط ونهرشيو ونقطعو باش يكون عندنا دي بتي كيب بحال هكا، دي يعني مربعات، مربعات متساوية. دابا هاد التخت اللي قلتي كدار غير التفاح؟ هادي كدار التفاح. غادي ديرها عائلية أو فردية؟ لا غنديرو عائلية. باندا طويلة من هنا تنحطوها، هذيك الساعات كنطرونشيوها كل واحد يعطي المرسو ديالو. كتجي كتحط في البيفيهات او في كديسير ياك؟ كتحط كديسير يعني كتحلية. كتحلية ورا الشيف راه شحال هادي كبرتي على الناس ديالك في اليوتيوب ياك. احنا جمعنا غادي كيقول لك لي الضرورات احكام. بون دابا هذا غادي نديرو في غادي ناخذ هذيك السنيده ها هي نحيوها هنا نديرو معاها ما يعادل جوج معالق كبار. هاد الزبده نديرو غير مرصو صغير، نديرو غير هاد المرصو ديال الزبده يعني قطعه ديال معلقه صغيره عامره. نديرو القرفه صافي، غادي نديرو فوق العافيه حتى يذوبو هاد اللوح فيهم التفاح ونخلطو حتى يطيح شويه. انا غادي نتبعك عند فيتاكاس يشوفو كلشي. دابا هاد الزبده مع القرفه مع شويه د السكر هما كيذوبو، حتى كيذوبو مزيان. هاد الزبيب هذا اللي عندنا هنايا كنحيدو منو هاد المزهر، نخوه ملي كنخوه المزهر نديرو هنايا هذا. نكبو عليها التفاح ديالنا، كيفاش غير طيبة ماكاينش طيبة غادي يكون فرا ديك المقصود ديالو. بغيت غير هاد التفاح باش يتلبس كلو بهاديك القرفة وديك وداك السكر باش تعطي واحد المذاق، حيت كتعرفو التفاح هو كيجي معاه القرفة. كيجي بنين مع القرفة، وي كيتفوتو مزيان. نخليه دابا يعني يطيب عاد من الحل. تغطيه؟ لا لا نخلي مرة مرة نحركو. ديالنا بركة عليه رطب صافي، شتغل بالتلون وشهاد صافي. شفت هاد بلاطو هاد الصينية غادي نكبو فيها باش يبرد لينا باش تسرع ليه انه يبرد يبرد. طيب
خصو يبرد تماما. يبرد حيت لاباط فوالا. غتحيد داك السائل؟ يا غادي نحيدو صافي. نخليو دابا حتى يبرد. مع لاباط ديالنا غادي نسرحوها. الحشوة راه خلينا كتبرد ياك. الحشوة راه كتبرد. دابا هاد لاباط غادي نسرحوها باش نوريكم واش غادي كيفاش غادي نفصلو فيها. لاباط فيتي راه كتعرفوها، غادي تخلي لكم الرابط كيفاش تصوبوها ولا بغيتو تشريوها، المهم عندكم لو شوا. حنا راه درنا اليوم فيديو خاص ديال العجين المورق، تفاصيل كاملة. وي يقدروا يرجعوا ليه باش يشوفوا كيفاش يصوبوا العجين المورق. دابا العجين ديالنا ها هو نسرحوه. وهاد لاباتيتي راه كتعرفوها فيها بزاف ما تخرجوا، يعني خصوصا الا عرفتوا تصوبوها في ديوركم غيتقام عليكم رخيصه. او بزاف ديال الوصفات مثلا ميفيل جالوزي، ورا درتي اليوم انت بزاف ديال الوصفات. هي مهمه بزاف تكون عندكم في البيت، ومازال دير ليهم باقي اخرين. ايه ان شاء الله، وهي احسن تكون عندكم. هاد لاباط فيتي انا ننصحكم تعلموا ليها، رجعوا للفيديو ديروه عاودوه. كان شي تساؤل عيطوا ليا، ما كاين حتى مشكل، انا تنقولها لكم كنجاوبوا على اي تساؤل ديال شي حد الا بغانا، مرحبا به. وهاد العجين المورق راه كنستعملوها في المالح، في الحلو، في بزاف د الحوايج. دابا هنا دابا هاد العجين راه سرحتها مزيان. السكر ديالها، السكر رقيق، ما غاديش نقول لك مليم ولا جوج المليم، السكر رقيق. هيا كتبان، انا غادي قرب فيهم باش يشوفوا. غادي ناخذ منها، غادي ناخذ منها واحد البنطه على قد هاد الجراره. هانتوما على قد هنايا. اللي ما عندوش هذيك الجراره راه ما غاديينش. هاد الجرارات دابا موجودين 20 درهم موجوده، درهم كتاخذوها. هانتوما هاد الجراره كندوزها. ها الطريقه باش كدوز هانتوما مورك مزيان. وهادي دابا غادي نردها للثلاجه حتى نوصل ليها، باش ملي بغينا نخدم بها تكون بارده. هادو من التقنيات ديال العمل، راه ضروري تدخلوها الثلاجة قبل ما تجاو. راه الكونجيلاتور كاع الى زبانين. فوالا هاد لاباط ديالنا اللي بقات غادي نخرج منها واحد جوج ديال البانطات هادو رقاق، تقريبا فيهم جوج سنتيم. جوج سنتيم تماما. فوالا هاد البانطات غادي نحطهم بجانب. عاد غادي نقطع البانطة ديالي اللي هي غادي نعمروها بالتفاح. وشحال فيها ديال العرض؟ دابا نعطيك العرض مالها، هذا هو اللي شاط لينا منها. بالنسبه للعرض هاد الطورطه اللي هي بعدا تجي طويله، راه كتجي شكل زوين. نقولوا 12 سنتيم. هو انتم طولوا على حسب الطول اللي بغيتو، ماشي العرض بغيتي العرض اللي بغيتو هو الطول. بون دابا هادي غادي نديرها في بلاكا فاش غادي تدخل تطيب. فوالا هنا درنا واحد البيضة حركناها. كتعرفو ديما البيض هو باش كان نسدو، هاهو باش كتلصق العجين مع العجين. هنا عندنا هاد الكريم باتيسري ديالنا غير شويه اللي قلت لكم 150 غرام، غادي ندوزها في هاد التحتي ديال في الوسط. في الوسط، في الوسط غادي ندخلها كلها هنا تجيني كتجي لحد في القد. كتكون غير الطبقه زعما خفيفه، الطبقه خفيفه، الطبقه السفلى. هذه ملي كنديروا هاد لاكريم كتعطينا واحد اللوكول، هذيك الطورت ديالنا تجي واحد اللوكول زوين، باش كتعطيها واحد التعليكه. واحد تماما، وكتكون عامره لاطارت ديالنا. وي هذاك التفاح ديالنا هو برد. هنا غادي نجيبو غادي نحطو في هاد الوسطي فوق لاكريم. فوالا تنحاولوا نحاولوا نقادو التفاح ديالنا في هاد الوسطي. وكما قلت لكم هذاك السيرو اللي فاش طاب لينا هذاك التفاح كنزولوه ما كنخليوهش باش ما يفزقش لينا لاباتي ديالنا.
عامره طليتيش. ايوا شتي هذه راه ما كتقامش غاليه بزاف، وكنقدروا نديروها تقليه مورا الغدا ولا العشاء للوليدات، حيت كاع الحاجه اللي فيها هكا الفروي كتسمى كوم ديسير. ايه كتجي كتحليه. اه انتم شوفوا انا بعدا شهاتني نتسنى غير طيبها. اخا لا لا هي غادي طيب، وانتم حقكم في الجنة. حقكم في الجنة. انا تنقول لكم اللي قريب ليا مرحبا به، ولكن يجي اليوم يجي اليوم ماشي. قالت عليا واحد السيده قالت لي قلت لها وقلت انا غادي نمشي عندكم. ايوا تجي قريبه ليا انا مرحبا بها. وليني راه ماشي اليوم النهار فاش حطينا لا طخت، راه ماشي هو النهار فاش حضرناها. انتم معاهم حضرنا قبل ما نلوحوها في اليوتيوب. ها هي كنقادوها مزيان. اه هانتوما غادي نبين نعطيهم. شتو شحال العلو ديالها دابا هنا؟ عامره مزيان. انا دابا غادي نجيب هذيك لاباط اللي قطعنا بالجراره، العجين. اه العجين اللي قطعتي بالجراره ديال الشبكه. ها العجين ديالنا. العجين هنا علاش كنديرها في الثلاجه؟ باش كنقدر نسرحها بيديا مزيان كي بغيت. كتجيك ساهله تحلها، هي تحل كامله. تحلها هكا باش تعطيني منظر صافي. كتعطي منظر جميل. كنهزها كنحطها فوق التفاح ديالي. وكتعاود تحل. نعاود نحل ونخلي تحل هكا باش يشيط ليا العجين من الجناب. ونقطعو. فوالا. منظر جميل. هذا هو المنظر ديالها. دابا هنايا كنقطع كاع داك الزايده ديال الزياده اللي كاينه. فوالا عاد كنعاود ليها البيض من الجناب من هنا. فوالا ومن الفوق ياك. حتى من الفوق غادي نديرو غير نصوب ليها هاد البنطات اللي قطعنا. اه هما اللي كنديروهم باش كنسدو هذاك ما بين العجائن بجوج. كتسد بهم باش ما يطلعوش. اه باش يكون المنظر ديال لاباط ديالنا يجي زوين. تبارك الله عليك. فوالا وهنا كان ديما نحاول نقاد بالموس ديالي مزيان ما نخليش الفينيسيون. هنا كنورك عليهم. عاد غادي ندير ليهم البيض من الفوق. ندير لها حتى هي البيض ديالها من الفوق باش تحمر. عادي راه ملي كطيب راه كتجي يا سلام. هادي راه تبارك الله وحتى ولا ليكم ولا وحتى الا جاو الضياف ولا ضيافكم. نقول لهم الضياف ثاني. ها دابا انا كناخذ الموس، كناخذ الموس من اللور ديالو ماشي من البصل ديالو. من الظهر ديالو. وكندير صبعي وكنبقى نضرب على صبعي باش العجين تعطيني منظر زوين، وفي نفس الوقت كتسد. وكنورك انا شويه باش العجين ديالي يتسد. شتي دابا هادي انا اللي فكرت غير العجين مورق موجوده جاك شي ضيف على غفله. اه تصوبها دغيا تصيبها. انا كنورك على العجين وكنضرب عليه يديا باش كيجي باش العجين ديالي كتلصق مزيان وكيعطيك حتى منظر جميل. كتعطي منظر جميل. فوالا لاطوخ ديالنا راه واجده. بقى لينا دابا غير نسخنوا الفران ديالنا. على فكره الفران ملي غادي نديروها فيه حتى يطلع ليا 180، ماشي ندخلها للفران عاد نطلع الفران 180. خص الفران يكون سخون سينو غادي تيبس ليا الطبط ديالي. ويكون مشعل من الفوق لتحت. يكون مشعل من الفوق ومن لتحت. والفرفره الا كاينه. الفرفره الا كاينه نديروها. ما كايناش ماشي دابا. ما كايناش ماشي مشكل. والفران واخا يكون فران عادي ممكن تستعملوه وطيبوها فيه. دابا غادي نشعلوا الفران ديالنا وندخلوه على الطبط ديالنا ونديروه. الطبط ديالنا موجوده. ها هي. هي سيدي خصها تحمر مزيان. شوف شوف اللون ديالها. هانتوما طيبة مزيان. مزيان سخونة عليك. انا نكمل اليوم بعدا بلاتي وخليتي بعيدة. الريحة ديال التفاح والقرفة.
عجيبه يا سلام. شو على الريحه، هاتي واحد الريحه كطلع منها يا سلام. لا فينيسيون اي ان شاء الله، دابا الزينه ديالها. هاي احنا شفت تبارك الله عليك. مزيان مزيان. ناخذ نبودريوها بالسكر كلاصي من الجناب، من الجناب شويه. كتبدا ديما بالسكر كلاصي عاد حيت عاد كندير انا كنديرها شويه ديال الكونفيتور. درتيها هاد المره الكونفيتور. الكونفيتور تيعطي واحد البنه زوين. ايه باش كيعاود يزيد البنه اخرى، واحد البريونس والبنة كيزيد على العجين. البنة تماما. فوالا فوالا هاد لي طخ ديالنا. هيا لطخ بالتفاح او لطخ بالتفاح ديالنا. شو كي جات تبارك الله عليك. اللي كيشاهدنا اول مره يشترك في القناه، ينقر على الجرس يوصل الجديد، حطوا اعجاب، حطوا تعليقات ديالكم. اشنو كتسنى الشر؟ لا لا راه باقا سخونه. اش نسيت تسقي لي فمي ديما كيتسناو التطبيق ديالك. لا ما خلاش ناكلها باقا سخونه هادي ياك. نخليوها حتى عاد نصورك. حتى تبرد عاد صوريني. هادي سخونه هادي راه كتكون شاده السخونيه. تعال بصحة وراحة.